بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم التواصل ما زال مستمر، وانا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة من أرضية هذا الميدان، شوطنا العاشر أو الشوط الأخير في هذه الانطلاقات الجميلة، في هذه الانطلاقات المميزة. نتمنى إن شاء الله توفيق، نتمنى الناموس. أذهب هناك إلى 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 نوف عبد الله بن علي بن سعيد العويسي، وفي المركز الثاني اللي في المركز الثاني هناك جدة من شوي اللي في المركز الثاني. اللي في المركز الثاني هناك من الجانب الثاني مجسيف بن محير بن واس، ثالثا من تأتي شعار بن علوان حاضرا ايضا من الجانب الثاني، هناك اللي هي السياد علي بن سيف بن محمد الكعبي، وفي المركز الرابع من تحضر في هذه اللحظات الأغزية راشد نايع بالشاوي الأغهلي، وفي المركز الخامس جود راشد بن مبارك بن راشد الفيساء الاجتماعي. هاي النتيجة حاضرة هنا مع هذه الانطلاقات، هو الوصف ما شاء الله التفصيلي للمراكز ذعناها عليكم بالهتمام. نتمنى ان شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للأخوة المشاركين المتابعين في هذه الانطلاقات الجميلة. ملوز اضرب علاتي من ركض له سرت احب عليك والتنوم كل يحقق لك بناموس. يا مرحبا. هاي النتيجة. نزل جامع، نزل جامع. خلص. سلام عليك ابو احمد ابو مانع، سلام عليكم، صباح الخير. ما يحتاج، حاضرين يا اخي، حاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين هذه الانطلاقات، متابعين هذه الاسامي ما شاء الله، ولكن دلوعه. اوه يا هذا الاسم يدلنا الاسامي الجميله، دلوعه احمد بن عبد الله بن محمد بالهلي حاضرا هنا مع هذا الانطلاق، بينما اللي في المركز الثاني هناك من تأتي في هذه اللحظات السياد علي بن سيف بن محمد الكعبي، وفي المركز الثالث نوف عبد الله بن علي بن سعيد العويسي، وفي المركز الرابع هنا من تأتينا العبرة في المركز الرابع عبد الله بن الدحب بن محمد العامري، وفي المركز الخامس مجد سيف بن مهير بن واس. هي النتيجة مستمعينا الأعزاء، حاضرين متابعين منطلقين هناك الى القمة، الى دلوعة، الى دلوعة الدنة حبيبة الدنة في المركز الاول، ودلع يمدلع هنا ما شاء الله على صدارة هذا الشوط. عود ملكيته احمد بن عبد الله بن محمد بالهلي الهاجري. سلام الى الدنة، سلام على ما اظن، على ما أظن خلاص بندنا أبواب التهاني. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن يا أبو شهاب على هذا الانطلاق الجميل، على هذا الحماس الصباحي ما شاء الله. اللي قدمته دلوعة، اللي قدمته دلوعة، هناك غنايم، هنا دلوعة. الأسامي الحاضرة هنا في هذا الانطلاق الجميل، سلام للمرة الثانية على التوالي لمالك ذلوع أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي الهاجري. ها هي النتيجة، وسلام سلام إلى الخوانج. تهانينا والناموس. هاي لحظة صورة حط النهاية، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني يعني بن سيف الكعبي، المركز الثالث هناك داود بن سالم الشبلي، المركز الرابع نوف، في المركز الرابع ما شاء الله عبد الله بن علي عويسي، وخامسا شعار الدحبه عبد الله بن الدحبه بن حمد العامري. هاي النتيجه. ربع دقائق 33 ثانيه، 90 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.